بدأ بدورة الحميميل، وهذا الشارع اسمه شارع سايلو، دورة عبو اليسي. بمحلتنا الناس الطيبة وحكايات ألوان أشكال، وبكل بيت وعوجي وشارع أكو ذكرى. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الكرام، ومحلتنا اليوم محلي من محليل مدينة الموصل، هم تعتبر قديمة، واليوم أنا راح أخذكم بجولة بمحلة موصل الجديدة. وأبدأ ويصب أبدأ بدورة الحميميل. دورة الحميميل هاي أيضاً من الدورات المعروفة في المنطقة، وبظهري صيغ غاس الجادة. وهاي المنطقة أو دورة الحميميل منو كان يقعد بها؟ يقعد بها الحميميل اللي يدورون الرزق ويشتغلون بالنهار، وأيضاً من المناطق اللي تحدها هاي الطريق المؤدي إلى الصناعة القديمة مع مدينة الموصل. وخلي أخذكم بالجولة ونروح نشع المناطق المهمة في موصل الجديدة. مشينا من دورة الحميميل وباتجاه موصل الجديدة، أكو شارع فرعي يصير على يساري، وهذا الشارع اسمه شارع سايلو. سايلو الموصل من السايلوات القديمة الموجودة بالعراق، وهذا تأسس بالعام 1956، فكانت يجيبون الحنطة والشعير من جميع المناطق العراق والموصل ويخلوها في هذا السايلو. وكذلك أيضا هناك دائرة مهمة هي دائرة النفط موجودة بهذا الشارع. واللي يميز هذا الشارع اللي كلنا بينه من دورة الحميميل إلى هون أن وجود محلات كثيرة لبيع الإطارات والبطاريات وكل أنواع الآلات الزراعية وما شابه ذلك، وكانت أيضا هناك خانات وجراجات للحنطة والشعير. هسا أنا واقف بدورة عبو اليسي. عبو اليسي أيضا من المعالم المهمة الموجودة في محلة موصل الجديدة، بعد أن جينا من يم الشارع المؤدي إلى هذه الدورة. هذه الدورة يوجد بها معلم من المعالم المهمة في منطقة موصل الجديدة، وهي كنيسة مار يوسف للسريان الأرثوذكس، وإخواننا المسيحيين قاعدين أيضا في هذه المنطقة. وطبعا هناك أيضا معالم خلفي صيغة مباشرة جامع اليقظة الإسلامية، وهذا الجامع من الجوامع القديمة والمهمة. حتى أكد لكم أنه هذا الجامع بني سنة 1956، وأيضا هناك عوائل مهمة وكبيرة تسكن هذه المنطقة ومتآخين، وبها عدة أديان المسلمين والمسيحيين ومتنوعة من العرب واليزيديين والأكراد أيضا إذا هناك قلة منهم، ولكن هذه المنطقة أيضا تعتبر منطقة مهمة ومحلي مهمة من محلي مدينة الموصل. وأريد أيضا حتى لا أنسى أنه كنيسة مار يوسف للسريان الأرثوذكس بنيت سنة 1952، هاي للتأكيد، لأن هاي طبعا قديمة كثير قديمة، فعليه راح أخذكم إلى منطقة أخرى من مناطق موصل الجديدة. محلة موصل الجديدة عبارة عن محلات وأسواق وشركات كبيرة وأيضا مكاتب، وبها موجود مدارس معروفة، وقلنا على مناطق مهمة تحدثنا عنها. وبعدين هاي المنطقة أيضا بها محلات لبيع الأصباغ والدهونات على كافة الأنواع. من هذا المكان أقلكم مع ألف سلامي، والتقيكم بحلقة من حلقات محلتنا، نحكي القصة ونحكي العبرة وكثير أمثال. التراث والحضارة أصلا هون بموصلنا.